على بركة الله متابعينا الأعزاء، نتواصل مع الشوط السابع. هذا الشوط مخصص الأبكار، هذا الشوط مخصص الأبكار. نعم، اللقاية المسافة هي 3 كيلومتر، مسافة الاختبار لهذه الفئة. أتمنى التوفيق للجميع، ونشكر سيدي صاحب السمو الشيخ طحنور محمد آل نهيان ممثل الحاكم بمنطقة العين على دعمه السنوي لهذه الرياضة، فسمحه أو مياسه سلطان بن سعيد بالحبرود سلام يا راعي الخوارة. المركز الثاني حاملوله أحمد بن علي بن مويز، والمركز الثالث غزلان مبارك بن أحمد العامري، والمركز الرابع ننتقل إلى هملولة فالح بسلي بن حميد. يا سلام صاحب الشوط الرئيسي الأبكار، هذا نداءنا متابعينا الكرام على الأربع المراكز الأولى المتقدمة والقيادة والحضور مع بن مويز. سلام يا راعي هملولة حمد بن علي بن مويز الدرعي هو الذي يمتلك الصدارة. مركز الثاني عندنا غزلان مبارك بن احمد العامري، مركز الثالث مياز الطاب سعيد بالحبروت. الله الله يا التنافس، وسلام يا الحضور، وسلام يا الابداع، وسلام يا التالق. المركز الرابع حملوله فالح بن سليم بن حميد الدرعي، منافسات عطاء ابداع تالق حضور. خلونا هنا مع غزلان مبارك بن احمد العامري، ونروح عن غزلان شرد. يا سلام يا راعي غزلان لا زال مسيطر. المركز الثاني بن مويز، المركز الثالث بالحبروت راعي الخوار، المركز الرابع راعي هناك حملوله فالح بن سليم بن حميد التي تغيرت من الجانب الايمن. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، فالح بن سلي بن حميد سلام يا راعي هملوله، هملوله من الجانب الايمن، بينما هناك غزلان مبارك بن احمد العامري في الصداره. وين بين حسم الناموس؟ وين هل بيروح مع العامري ولا الدرعي؟ جميعهم تنافس مشرف يجمعهم موروث الاباي والاقداد. الكيلومتر الاخير كيلو الحزم والعزم، هنا الضيف مبارك بن احمد العامري هنا في برنس الميادين مع التنافس والتحدي. والكيلومتر الاخير فالح بن سلي بن حميد الدرعي صاحب الشوط الرئيسي الابكار يبحث عن نقطة ثانية. سلام يا راعي هملوله، هملوله هملوله في الصدارة، هملوله تقود الكادر في هذا الشوط. اما هناك المركز الثاني غزلان مبارك بن احمد العامري، جميعا بدون اوامر نسير ناخذ لنا لفة مع المركز الثالث، فنجد هناك العاصمة حامد بن صغير وراعق حير، والمركز الرابع الشاهينية سالم بن سعيد بن شيخة. هذا نيدانا على الأربع المراكز الأولى المتقدمة، ونسير مع الكادر ونسير مع هملولة فالح بن سليم بن حميد الدرعي. سلام سلام يا هذا الحضور. المركز الثاني شعار حامد بالصغيرون راعق حير قادم، ولكن فالح بن سليم يبحث عن نقطة ثانية. سلام يا راعي هملولة، هملولة في الصدارة، ما شاء الله تقدم الأداء تقدم الإبداع
والحضور ما شاء الله تبارك الرحمن. المركز الثاني شعار حامد بالصغيرون راح يحير اللي هي العاصمة، ولكن هناك فالح بسليم بن حميد الدرعي خلاص تقفل على الشوط وتنتزع النقطة الثانية لهذا الشعار وهذه العزبة. الناموس موصول لسليم بن حميد الرشيد وأبنائه على هذا الإنجاز الطيب لهذا الشعار. سلام سلام يا راعي هملولة على هذا الإنجاز. أما المركز الثاني فكانت في العاصمة حامد والصغير راعي حي. المركز الثالث كانت في غزلان مبارك بن أحمد العامري، والمركز الرابع الشاهينية سالم بن سعيد بن شيخة الدرعي. التوقيت الزمني 4:49 و19 جزء من الثانية، 4:49 و19 جزء من الثانية.